هلو لي زامي، جيسبر تكونوا مزيان على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب. جو سي كبرت غبرت على يوتيوب، كنت كنحط لكم فيديو في النهار تقريبا، كنت نهار لا ما حطيتش، ما كنحطش السبت اولا ما كنحطش الحد، ولكن السمانه كامله كنت كنبقى نحط لكم فيديو. ولكن اخوتي كنت كنصور لكم واحد لا فيديو واحد النهار زوينه، واحد لا فيديو بديتها في الصباح الى اخره، على اساس بغيت نكمل لكم التصوير بالعشيه. وفي العشيه ضربتها واحد المرضى في وسط الخدمه، من تما جيت للدار صافي ما قديت لا نصور لا والو، جيت تخشيت نام وسيتي على صاغي نعس والمرض والدواهيات. المهم ضربني البرد وما عرفتش الضلوع، دابا ديت راه مازال ما صفيتش من المرض، ولكن دابا ديت 3 جوغ واليوم النهار الرابع، دونك ما عندي لاش نبقى مع عند المرض. وبليز ساعة عندي خدمة، غادي عندي فواياج لحسيمة لواحد المدينة اللي شحال من كنتسنى نمشي لها، لحقاش ديجا كي كنقولو البصور وداكشي من تماك، بحكم انه جداتي ماما جدي ماما جداتي بابا ماما، المهم كلهم من تماك. دونك سو اكسايتد على حسب ما قالولي، وقالك المهم بصراحة ملي كنا صغار مشينا لهاش، دونك انا ما عاقلاش على حسن كبيره. سو غادي نمشيو امشي ليها اليوم ماشي فواياج نورمال، مي تابعه لو فيستيفال. شي واحد طاح في الطواليت. تابعه لو فيستيفال ديال السينما اللي غادي يكون في الحسيمه، دونك انا انفيتي ليه بيان سور. و فوالا غادي نديكم معايا، ممكنش نمشي شي بلاصه عمري مشيت لها اول مره نمشي لها، ما نديكمش معايا. دونك انا لقيت دابا الصباح غادي نوض غادي نوجد راسي، نتوما عارفين انني شنو لا روتين ديالي كنوض. المهم غسلت وجهي بيان سور بهاد الكريم هذا، والناس اللي كيعقلوا عليا في يوتيوب هذه مده عارفين الكريم اللي كنت كنستعمل من افون، ياكو الكريم اللي كنت كنستعمل من افون اللي هو هذا، كنسال عليا وتخلص واحد اخر. دونك هي غادي نديرو نابليكيه، سي جوست باش نيدغاتي لابو ديالي مور ما درت الكوما هذا الكوماج وجي نيتوايي فيه جوج، هذاك اللي وريتكم هذا قرب يتسال عليا في راسكم، هو مازال الصراحه مازال حتى نشوف. المهم قولوا بريسك حد هنايا، هو دابا حد هنايا فيه كوماج اي او ميم طون جي نيتوايي، يعني كتهنى وتاخذوا حاجه وحده فيها جوج وديال الخيار. ناري ناري شحال كيغريب في الدار. المهم وهاد الكريم هذا كانوا بزاف، كنت انا شكرته وكان سال عليا وكان وجهي غزال، ديك لا بيريود كان صفا كنت ديما ادغاتي الى اخره، وكان سال عليا وجاب لك دهور دونك اللي تخديتو، وبزاف البنات جربوه وهذا الشيء عرفتو بيان سور عن طريق هذه سعيده، قالت لي راه ديجا بزاف الناس مور ما خديتو خداوه من عندها وشكروه، ولاحظوا ديجا الناس لاحظوا الفرق في وجهي انا ديك لا بيريود. المهم باش مابقاش نخربق عليكم بزاف، بما انني ادغاتيت ويتفرجوا فيه ديجا شنو جمعت الحوايج اللي غندي معايا الوجده. دونك دابا باش ما نطولش على فيديو، غادي هاد لا فيديو ما غيكونش فيه شنو اللي غندي معايا الى اخره، زعما هكا اون ديتاي حيت اش غادي نديرو ما غنساليش، وانا غير خصني نسول بدغيا باش نمشي نشد الطريق. وناري دار ما وشحال كيقلقب وشحال كيقلقب امبوسيبل. دونك دابا غادي ندير فونديشن. البنيسات اللي سولوني على هاد الفوندو تاع هذا، انا راه ما خديتوش ما عرفتش شحال الثمن ديالو، هذا راه ديال صاحبتي هادي صفا جي صفاء بيوتي صفاء اخر سميتو اسانس بريتي ناتشورال ادغاتينغ فونديشن. المهم فيه لالوي فيغا الغيفيغونس ديالو، ارونو معرفتش شنو هي الغيفيغونس ديالو، معرفتش شنو مكتوبة. المهم معرفتش هي منين خداتو الصراحة، انا غير زقراه ليها اوف كورس كبيرة نسات، وغتشوفو في هاد الفيديو تقولي يا ولي فوندو تاع ديالي. واش
كنت يوم مره صبح الصبح بكري وقلت كتوجدني دار كسكوسي زعما على اساس غادي نتغدى. ما عرفت صراحه لك لي غاجوج كيبان لكم مزيان في الفيديو ولا لا، حيت الرينغ لايت اللي غادي دير ليا ليكليراج درتها في لافاليز حيت كنديها معايا لحقاش كنبغي باي دو كنبغي نصور لك كنصور لكم اولا ديجا ديس كنصور لكم دي فيديو في سور انستغرام و كنحطهم حتى في تيك توك في شورت يوتيوب لا خاص تقدروا تشوفوهم حتى في شورت ديفو ماشي دائما ديال بعض الاطارات ديالي وداكشي داك الاوتفيت ولا كندير لكم جيت ريدي ويد مي ولا شي حاجه. دونك تابعونا في لاشين تابعونا في انستغرام وفي تيك توك باش كوم سا اي فيديو بارطاجيتو معاكم تشوفوه نتوما الوالو ان ذاتس ات المهم كيقول لك فاش تبغي تخدم الانتيسير نشوف الفوق باش ما كيبقى باش ما كيديرلكش داك هنا داك التكامش. وما دي قالتها لي سنة سنة البار في صالون هشام البار باش كدير لي ميك اب كتقول لي زينك الفوق باش ما ديرليش التكامش هنايا وباش كيت استومبا مزيان الانتيسير من تحت العين. ايوا انا كندير نفس الحركات عاجبو عاجبو مقداش نشوف الفوق هكا بزاف. المهم كنديرو هنايا باش منساوش باش مبانوش شي مصيب شي مصيبش. عرفتي حجباني خصني ناخد لهم الشطا ديالهم خصني ناخد لهم ضروري شي مشيطة لأن فاش مكنكونش مصيباهم كيعصبوني. دونك حنا سهرينا دابا ملي هرس الطفل عاسو دفاري دابا انا قلتها كنعالجهم وهم ولاد الحرام ماشي بينو لان حنا باغيين نتعالجو ولا كيتهرسو شي مشكل. دونك دابا غندير هاد البوم عليفغ لابيلو عادي تلقاو في كارفور فين مشيتو تلقاوه اي ابري ما عرفتش صراحه واش ندير الباودر ولا لا قال نديرها باش نفيكس باش يبقى شاد ليا هذا الشيء مده طويله. باودر نديرها نيت بالبيوتي بلندر هذيك حتى انا نخليها في الدار هذه بيوتي بلندر نخليها في الدار ماشي مشكل فاش نكون خارجه نديرها في الزليفه وندير معاها جيل دوش باش هكا تشرب. وماما دابا من تشوفها محطوطه تما راه دابا دابا هي دابا هي ما عرفتش كندير نشرح لكم دابا هي تغسلها وديرها لي تنشف حيت عارفه اللي كنغسلهم دائما مزيان باش من نجي انا ترى مصفر نلقاها نقيه وان بغي نستعمل الاخرين هادوك نديرهم يتصبروا عاوتاني وهي غاديه هكا يا خطاي. شويه يشرب هاد الشي مزيان بيد ما يخطاي بيد ما شو شنو كنت غادي نسكت نصبح حاجه مهمه كنت غادي كنخبع من تحت واحد اللعب المهم شي مشكل. دونك دابا غادي نحاول نجبد هذا نخدم به فوق عينيا. المهم انا ما غنديرش ميك اب اوفر لان راه شاده غير الطريقه باش نمشي عاوتاني ندير صوره وصافي نخلع عبد الله في الطريق. هاكا باش نحدد العين بيان سور بما اننا درنا هادشي اجي نرجع بلاصتك اخي هكا
كاش حس بولاد فوالا. انا غنزول واحد اللعيبه تخشات لي هنايا. يلا غسلت وجهي وعمشه باقا في عيني. المهم دابا وجهي بما ان هذا غنخلي غادي نخلي غير الباودر هادي تشرب في الوجه ديالي. هذا غنخبعو في بلاصتو هو وهذا. نجبد الشيتو فين الشيتو ويلي هذا زعما باسو اللي كان استامبي به. دونك غنخلي وجهي دابا هكا غير يشرب داك الباودر مزيان وغادي صافي غير غنزول هكا الغبره وابخي غنجبد الفراجو ديالي ديال داغماكول. غادي نقاد الحنيكات سيتو ما غندير حتى شي حاجه د مدوا ولا عرفت اشنو. غنقلب الا كان شي شيته ديال الحبر مش تبع حجباني بشي جل ولا شي حاجه غنقلب وصافي ما غندير شي حاجه. هو دايركت دابا غنقول لكم شنو غندير. غنصوب شعري غنهبطو. ها هو دابا شعري كيفاش داير. غنهبطو غير بال بالسيشوار حيت راه فهمتوني ما ليس ما بوكلي. انا عندي الشعر من الداخل بوكلي ومن تحت ليس ولكن هو ليس فهمت هو رطيط. طبعا هذا راه شعري ها نتوما راه ما ديروا له لا سشوار لا حتى شي حاجه. ما بقى فيه لا بروتيين لا حتى شي بزاف ها نتوما فهمتوني. راه ما فيه لا بروتيين لا والو. يعني راه شعري زوين يعني بامكاني دابا غير نمشطو هكا بمشيطه نوريكم. يمكن نمشطو غير بمشيطه صافا ولكن انا بغيت زعما نحلق على الحاله فهمتوني. بغيت زعما انا نحلق على الحاله دونك غادي نجيب مشطه ديال السشوار سشوار سشواري باش شعري باش نيت نزول عليا البلان ديال الشعر دابا نتهنى منه يا سامي. المهم لقيتوني انا ساليس قديت ميك اب. المهم راكم عارفين ما درتش ميك اب لحقاش غير شاده الطريق ماشي شي ميك اب ميك اب. لبست عليا هاد الدودون هادي ديجا بوغ طلعت لوني اللي لابسه من تحت غنوريها ليكم دايراها. وكان كان فاش نكون في هذا فاش نكون زعما يكون صح انا غادي نزول هذا فاش يكون برد غادي نلبسو. ولكن انا مطريق وداكشي ما غنصورش لكم لحقاش انا ما بغاش ندير شارجي التليفون وعندي فيه بلانات اللي خصهم يبقاو باش نستعملهم لهذا. دونك باش ما نديشارجيش ناري كنهضر معكم قطره شي واحد حاجه مهمه. المهم باش ما نديشارجيش التليفون غادي ندير لكم واحد جوج ثلاثه نتلاقاو في الحسيمه. اي فوالا لي زامي دونك قلت لكم غادي واحد جوج ثلاثه غنكون في الحسيمه. ما بغيتش الصراحه نصوركم طريق وداكشي لحقاش ما كنتش باغا نفوت التليفون. دونك دابا غندير لكم طوغ كيوت زوينه بحالكم كتحمق في لا شامبر اللي عطاوني. باي ذا واي عطاونا غادي سن بلو باغمي لي زوطي اللي كيعجبوني. علاش لحقاش كيوت كلاس مريحين اللي ديالهم زوينين الى اخره. بوبليسيتي ماشي بوبليسيتي انا جايه على حساب الفيستيفال مي انا كنبارطاجي معكم انا البلوغ اللي كنت فتحت عليه قلتها لكم قلت لكم غادي سن بلو زوين. ودابا دابا عندنا في الناظور في حسيمه دونك انا ام سو هابي يا ربي غير نشوف ما يكونوش كيتسمعوا ونتجوا شنو عباد الله في الزر راه غير حدا ما بغاش نتجوا ما عرفتش شكون جالس فيها بصح ما يكونش شي حد في الفيستيفال. شوفوا يكون شي واحد ما كنعرفوش هاني غير ما يكون شي واحد في الفيستيفال. دونك دابا غندير لكم تور فيت في لحقاش غنبوس من النعاس ونتلاقاو غدا لحقاش هاد الفلور غيكون فيه اليوم قط يا واش دير. دونك لي زامي اول حاجه كتلقاو لابارت ديالي ديال لا شامبر هي هادي. هادو بحال دي بانغالو هادو بحال دي بانغالو. هادي بورت كومونيكي مع كومونيكونت مع لا شامبر لوخا. ما خصنيش نحل غير فقه مشدوده كنضروا حنايا نشعل لكم الضوء صبار باش داكشي يجيكم هادشي. المهم صبروا دونك فوالا كتلقاو هنايا نموسية لي كيوتا أوسي كدورو بحال هكا بحال هكا بحال هكا. كتلقاو نورمالمون هادي شومبر بوغ دو بيغسون ولكن أنا بحكم أنني بوحدي صوعطو هادي بوحدي. هنايا دايرين دو بانواغ هاهما هادو فوالا دايرين هنايا. المهم هاديك المنطوري أنا لايحة غير تخرج دار زروينة باش عجبوني. دايرين علاقات بزاف باش كومسا نعلق حويجاتي. هنايا دايرين ديك لي بونتو في لي سباتيلا ديالي. هنايا تلفازة كبيرة مصبغة تكون خدامة. هنايا تليليجا دايرين تليليجا. هنايا نخبع المجوهرات ديالي التمينة يا ربي تسمح لي عليك دبا كدبت. هنا غنخبع المجوهرات ارونا وشنو هادشي هدا شي ساشي زعما معرف. المهم ساشي نرجع اللور باش يبان ليكم. هنا كاين بحال هكا
انا ماريو صراحه اللي ما عجبنيش هو الماريو فهمتي اوبن، ولكن صعب المهم يعني ما فيش ما بقاش مشدود ماشي مشكل. سو هنايا الروينه ديالي كاين هاد لا طابل اللي عجبتني ديال الديزاين ديالها اصلا، هاد لا طابل زوينه وتعرف فن حمقني الديزاين ديالها، ما كرهتش شي وحده في البيت ديالي. بابا شوف شوف هادي عقل عليها ودير ليا شي وحده في بيتي، ديرها ليا دير ليا بحال هكا هكا حدا الناموسيه. كاين هاد البوفه فين نقدر نعس راه فين تقرج ليا هنايا ونتفرج هنا اولا اللي كان. كاين هاد اللعيبه اي لو كوان، شوفوا درينا هاد التخربيقات داكشي اللي كيعجبني. اي لو كوان بريفيري هو هذا الحمام، دونك الحمام كاين هاد الميغوار كبيره، هنايا كاين لافابو ديزاين ديالو كيوت سمطو. انا كيعجبني كا انا ما كيعجبنيش داك لافابويات كيكونوا مربعين، كيعجبني دائما شي افابو كنت هكا مدوار يكون في النوار يكون في الفضه. المهم انا داري الفوطات زعما لحتى شفتهم هاد الحمام هذا اللي ان شاء الله غندير فيه جلسه حمام استرخاء. وهنايا اوف كورس تواليت وداكشي داكشي وصافي. دونك هذا لي زامي كان هو هادي لا شامبر اللي عطاوني. سو دابا باش منطولش عليكم بزاف انا غادي نمشي نلبس بحويجات غادي نمشي نلبس بحوايج ديالي والله ما نلبس والله ما نبدل، نمشي نحط التليفون يتشارجا وندير الباتري ديال الكاميرا تشارجا ونرقد الرقد هي غنرقد. المهم نتلاقاو ان شاء الله غدا الصباح، باي باي. مع الخير والخير. المهم ما تفهموا حتى شي حاجه حقاش انا هاد الصباح صورت لكم فيديو مورنينغ روتين. سو ما يمكنش نصور مورنينغ روتين نصيب وجهي سكين ماي سكين كير مورنينغ روتين ممكن ايش نصيب وجهي ولي عاود نصور لكم فيديو فلوغ ونصيب. المهم فهمتوني ما نقدرش نبقى نحاول نزيد طوب، دونك اخترت اني ندير لكم فيديو انستغرام غتلقاو في لابار انستغرام ديالي. المهم دابا هادي اي ثينك تسعود دابا فوق سبعة ثمانية ونص، نط حبيت لافالي جبت الحوايج ستبت كلشي في الماريو انا نوريكم. قديت حتى بلاصتي حقاش كنبغي نصور داكشي مابقاش نصير انا فهاد البيان رجعت قد البلاصة ديالي قديتها ذاتس ات. دونك دابا انا ما دوشتش شعري، ما دوشتش غير بذاتي شعري لحقاش يلا دوشتو قبل ما نجي زعما البارح. دونك دابا صافي بقى ليا غير ميكاب ديالي داكشي اللي كنستعمل في الصباح في الفياق الصباح. المهم بحال بحال غنشدو نزتو هكا هكا قبلتي هنايا باش يبقى على عيني وصافي زعما هادشي اللي كاين باش فهمتو كي تستفها كنقاد حيت كيعجبني نمشي شي بلاصه نخلي بلاصتي نقاد دقيقين. وهذا ما كنهدو اليوم نهار كامل توجدو معايا راسكم الفستيفال كيفاش غيدوز. اول مره غنجي للحسيمه كيفاش غتجيني غنوريكم الفيو اللي عندي اللي خطيره عرفتو داكشي اللي انا كيعجبني واحد الهواء نقي الريحه ديال البحر جاي ولكن واخا مكيبانش الحق جاي الغابه بين الهوتيل ولكن كاين داك لاكسي كتدخل بحال هكا ولكن الطبيعه والغابه وداك الصوت ديال الطيور داكشي غزال. المهم فوالا لي زامي هانتوما انا ستفت هنايا الحوايج ورا فين ستفت هداكشي اللي كيتعلق وداكشي وهنايا درت انا درت لي زاكسيسوار ديالي حتى نبارطاجي معكم هاد الجويجات وصلوني حتى بلاتي ماشي دابا. شوفوا شوفوا لي زامي ريكارديو تخيلوا شتو كيفاش الغابل هي وداكشي كيو انايا وهادو عباره عن دي بانغالو. شتي دابا لا شومبغ ديالي انا كيفاش دايره كاين فوقي وكاين سفلي، لا شومبغ ديالي دايره بحال هكا بحال هادي وبحال هادي بحال هادي انا تعالى جايه بالسفلي جايه دي بانغالو بحال هكا. اي كتسمعوا سمعتوا ياك سمعتوا عارفين فين راني راني في البحر اوف كورس هبطت للبحر عرفتي بحر خاوي فيه غير انا حتى من داك هذاك القصب اللي كيبانوا لكم تما تما فين كيكونوا داك الشجيرات داك اللعيبات تما كيحطوهم فدابا حيت ما كاين حد مزولينهم عرفتي باغا نمشي لديك الجهه ديالي ولكن داك لاكسي هذيك البلاصه ما عرفتش واش تابعه لشي اوتيل اخر حيت دابا انا هاد البلاصه فين انا
هذه هما حادينها تبع لوطيل فين انا جالسه بات لي هي ارونو ما عرفت قوم بس على الراحه راسي فيا جايز لقيت هاد البلاصه عادي نبقى نوض الصباح نجري فيها علاش عجبتني شوفوا كيفاش دايره فهمت وجايه كامله جايه شانطي وسولتهم عاد دابا في هنايا قالوا لي ان هاد البلاصه سميتها قلت له شنو كاين هنا قال لي الصبيحه واش قلت له شنو هي الصبيحه المهم بقى كيشرح لي قال لي زعما كاين هنا دي ريستورون دي كافيه تو فهاد الطريق ودابا انا نتوما عارفين النهار الاول نهار الاكتشاف كيخصني لو ماكسيموم نعرف شنو كاين شنو المهم الوطيل هو هذا مر هاد الشبيك وهنايا عرفتي شنو الناس كنخاف الحمد لله دايرين الشبيك هنايا حيت هادي غابة خايف ومن هيك كاين البحر كنقول ولا عندك يخرج ليا شي ثعلب ولكن دايرين الشبيك ما كاين اللي يخرج المهم كاين في هاد الطريق هادي في الطوالة قالك كاين لي غيستورون دابا انا غير بغيت نمشي نكتشف نشوف شنو كاين باش نكون بلوز اليز ايوا المهم هانتو مع لي شتو نوري ليكم تخيلوا خرج ليا شي حنج ولا شي حاجه تصدمني الضحك المهم هاد البلاصه صالحه للسبور صالحه تلعب بيكارايتو هاي لي زامي عرفتو انا عييت مشيت للدار درت صاب واحد الشخره عرفتي شنو لقيت لك واحد لاله مولا سير تيله لقيتها حضر البروديوس ما قلتلهاش خليها تما تهرف مشيت نصاحها ودير شي حل راسها دونك جايز انا لقيتوني درت لا تيزان ديالي بغيت بعد الربعه وشي حاجه لا سواري مع السبعه قلت نتكا ماشي نتكا ولا انا بصراحه نبقى نعس ويلا امبوسيبل مع كلينا الحوت ما صورتكم حتى شي حاجه لحقاش كنا جالسين واحد البلا وكانوا جالسين فيها زعما هكا دي زارتيست بعقل و متثبتين ما قبيتش نوم بقيتش كنجيب التليفون بقى جالسه كنصور طبلا عرفتي باش منبانش فهمتوني منبانش عبيطة صافي مصورت حتى شي حاجة أنا قلت ليكم شدرنا كلينا مشينا للبوغ ديال الحسيمة فغيمون واحد المنظر واعر إن شاء الله غنشوف نرغب نهضر مع واحد الصحافي هنايا معاها ولا نشوف شي واحد من لي زارتيستو نمشيو حيت أصلا لازم ممكنش نبقاو حنا فغاديسن كندوروها فغاديسن ضروري غادي نمشيو ندورو شوف ملي مشيت ما باش نصور لكم فريمون واعر واحد الجو زوين دابا حنا حيت مشينا في العشيه برد الحال عاد انا راه كنفكر اللبسه اللي لابسه اللي باي دو غنبارطاجيها معكم ديجا بارطاجيت معكم غنبارطاجيها معكم البوسه هكا جوج عاد باينه البرد غيبقى يدير معايا بحال هكا المهم ماشي مشكل دابا سي جوست غاديين هذا غادي نشطح سيجوست غادي ناخذ لا سيزان ديالي وغنتخشى ونطلق شي فيلم هكا نتفرج فيلم على زي الكوليكسيون ندير شي حاجه كنتفرج فيها المهم ونرتاح
باش نوض نوجد راسي نصيب شعري ندير ميك اب بحال هكا بدا مع داك 6 ولا كان جاي 6 اجي على 4 شي حاجه مع داك 5:30 نبدا التوجد ان شاء الله باش بحال بحال 7 نكون واجده وما نتعطلش عليهم. المهم خليكم معايا رئيسة المهرجان صوفيا أغيلاس. صوفيا نزيدو قدام الصورة. ولكن نعتبره هو الصغير، هو المدلل ديال عائلة الوالي، لا لشيء لأنه القلب الكبير، المعنى الحقيقي ديال كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته. كنحسوا بالصح بعد الرعاية الإلهية كاين واحد اليد خفية كتكون فوقنا كلنا نحن الخوت، ونحن 8 إخوة بعد أن توفيت أختي رحمها الله فأصبح ملاذنا الدائم نلجأ إليه في الضراء قبل السراء مغاربة. أكيد بلا شك. شكرا لهشام على هذه الكلمات المؤثرة، وشكرا للأخبير نور الدين غنادي وعلى الفنان رشيد ولي التحق بنا على الخشبة. تصفيقات حارة على الفنان الكبير. على هذا الحب، لان الانسان في سورتو الفنان كيحتاج في حياته بزاف ديال الحب، لانه كيعطي 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 وكيعيش في واحد الضغوط نفسيه ولكن محتاج الحب. الحمد لله انه شتي كون قالت لي صوفيا كنشكرك، كون قالت لي صوفيا قبل اجي باش تكرم ربما ما نجيش نتكرم، لانه كنعتبر انه المجيء عند خوتي في الحزيمه هو اكبر تكريم ليا، ما محتاجوش. ولكن مزيان انك خبيتيها عليا، لانه عشت هذه اللحظه ديال البحر، تلاقيت الاخوان ديالي، تلاقيت الاخوان من باسم ما شاء الله عليك ممثل كبير، الاخت ما شاء الله عليكم والله برافو برافو تصفيقات عليهم، لان حنا جينا فقط كان خصنا نديرو 3 سوايع ونص ودرناها في 7 سوايع مع زدي محمد الجم، مي هما جاو من مصر وبقاو في الدار البيضاء ومن بعد تحملوا العناء. شكرا على هذا الحب الحقيقي ديالكم، ربي يخليك. ميرسي صوفيا، شكرا لك على هذا الحب. ابتسام ما قدرتش تجي، امها فيها الزهايمر جالسه معها، مي قالت لي عافاك لما بوسهم ليا كاملين. شكرا لكم هشام. شكرا هشام. ربما هشام نور الدين، نور الدين هو خويا، سوفون كنقول لهم هذا خويا الكبير، ما انا اكبر منه حيت هو صلع وانا زرعت الشعر. هشام ماكس في تركيا، دونك سي بيان. دونك كنقول لكم شكرا اخويا هشام نور. المهم انا باقي في شعري. باقي بوغوس. نور الدين كان كيدوز واحد الازمه نفسيه بسيطه في الايام الاخيره، فشكرا صوفيا منحتينا هذه الفرصه، جبناها معنا وعاش لحظات معكم، وهاد الطاقه الايجابيه ديال الناس كلها غتجي عندك وتقول لك بدايه افضل ان شاء الله. شكرا. شكرا لكم غنادي على سيد باشا مدينه الحسيمه. يتفضل معنا باش سلم التروفي الفنان رشيد الوالي. هاي لازمي. المهم انا لقيتوني رجعت بحالاتي، ما صورت لكم شيء، صورت لكم غير بعض اللقطات في لاسين العيبات فاش كنت كدير ميك اب. صراحه ما وريتكمش ميك اب داب، من ميك اب اللي درت كان جو زوين، ما بقاش اوف كورس اللي صورني وانا لابسه داك لا توني، دونك تبغوا لي صورها لكم غدا جوج حتى كان اللي بغى يصورني. اند شنو اخر بغيت نقول لكم، فكرني دابا كنفكر انني ندي ماكيا وندخل نجمع شعري هنا وندخل ندير دوش هنايا اي ثينك. المهم انا غنفكر شنو غندير، ندي ماكيا بعدا وجهي وعاد نقرر.